بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه استعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الحلقة بإذن الله سنتكلم عن القوة المحركة الكهربائية في ميدان الظواهر الكهربائية للسنة الثالثة من تعليم المتوسط لإتمام ما يتعلق بالتيار الكهربائي المستمر. إذن فبدون إطالة من النشاط الوارد في الكتاب، يقول العنوان الخاص بالمورد المعرفي السادس القوى المحركة الكهربائية: الوسائل التي نستعملها أو نحتاج إليها لشرح هذا المورد تتمثل في أعمدة كهربائية دلالتها 1.5 4.5 9 فولت، مصباح توهج، نواقل الأومية، مقاومات مختلفة أو مقاومتها مختلفة، ومعلومة وقاطعة وأسلاك توصيل، وأمبير متر وفولت متر وأوم متر. أولا، مفهوم القوة المحركة الكهربائية. يقول: جرب ولاحظ، قس قيمة التوتر الكهربائي بين طرفي كل عمود وهو خارج الدارة، يعني في حالة عزله عن دارة وليس موجود في دارة مغلقة. قارن بين القيمة التي قرأتها على الجهاز وبين الدلالة التي يحملها كل عمود. إذن في هذه الحالة عندما نجري هذه التجارب كما تلاحظ هنا، قد نجد ما يقرأه الجهاز متساويا مع ما كتب على البطارية، وفي حالات نجده أقل وفي حالات نجده أكثر. يعني تجد البطارية مكتوب عليها 4.5 وتقرأ بالجهاز قد تجد 4.58 وقد تجد 4.4 مثلا. هنا في قياسنا نحن نتكلم عن بطارية يعني غير مستعملة، مشترات جديدة من المصنع. قلت نجد هذه الحالات الثلاث، قد نجدها القراءة مطابقة لما كتب، قد نجدها أكبر بقليل، قد نجدها أقل بقليل. إذن هذا بالنسبة للقراءة والمقارنة بين الدلالة المكتوبة وبين قراءة الجهاز. إذن ثم استبدلنا بطارية ببطاريتين معا، لاحظ يعني هنا نظريا أو الدلالة المكتوبة على هذه 4.5، الدلالة المكتوبة على هذه 4.5، بمعنى نظريا 4.5 زائد 4.5 يساوي 9. الجهاز قرأ لنا 8.22. إذن هذا بالنسبة للأمثلة التي أو المثالين اللذين اخترتهما. تلاحظ أنني لم أتقيد، يعني لم أختار الدلالات التي طلبوها منا، يعني لم نحضر دلالة 1.5 ولم نحضر 9 فولت. اعتمدنا بطاريتين من نفس النوع، قسنا على بطارية على حدة ثم بطاريتين معا. إذن نذهب إلى التفسير. ماذا تمثل قيمة التوتر الكهربائي بين طرفي عمود أو بطارية كهربائية معزولين؟ أفسر. إذن قلنا القيمة التي يشير إليها الفولت متر بين طرفي البطارية المعزولة أو العمود الكهربائي المعزول هي ما يعرف بالقوة المحركة الكهربائية لها. القوة المحركة الكهربائية لها، ما هو رمزها؟ يرمز لها، معذرة، نمر إلى الاستنتاج. قال: ما هي القوة المحركة الكهربائية للمولد أو العمود أو البطارية؟ ماذا يقصد بها؟ ما هو رمزها؟ ما هي وحدة قياسها؟ إذن في الاستنتاج، القوة المحركة الكهربائية لمولد كهربائي هي خاصية مميزة له، هي خاصية مميزة له، تقاس بجهاز الفولت متر بين طرفي البطارية المعزولة، ويرمز لها بالرمز E. يرمز لها بالرمز E. إذن بما أنها تقاس بالفولت متر فوحدة قياسها هي الفولت. إذن وحدة قياس القوة المحركة هي الفولت. نمر إلى الجزء الثاني، يعني المورد الثاني المعنون بالتوتر الكهربائي في دارة كهربائية مغلقة. يقول: جرب ولاحظ، أنجز أستاذ مع تلاميذه تجربة حيث ركب دارة كهربائية على التسلسل حيث ركب دارة كهربائية على التسلسل
مكونة من مولد دلالة 4.5، قاطعة مصباح دلالة 4.5 و 0.7 أمبير، ناقل أومي بتغيير النواقل الأومية قيمة المقاومة الكهربائية لحدود قلنا في حدود دلالة البطارية، بمعنى اي اصغر او يساوي 0.5 امبير. سجلت قيم كل من شدة التيار الكهربائي المار في الدارة الكهربائية والتوتر الكهربائي بين طرفي البطارية، فتم الحصول على النتائج التالية. لاحظ جيدا، يقول شدة التيار اي وحدتها الامبير، والتوتر اي بين طرفي البطارية نقول في الدارة المغلقة بالفولت. عندما كانت شدة التيار تساوي صفر، كان التوتر بين طرفي البطارية يساوي 4.5 فولت. عندما استعمل ناقلا أوميا ومرت شدة التيار قدرها 0.1 أمبير، كان التوتر قد انخفض من 4.5 إلى 4.35. لاحظ، زادت شدة التيار 0.2 في الدارة، انخفض التوتر إلى 4.20. هنا ننتبه، نحن نقيس التوتر بين طرفي البطارية وليس بين طرفي الناقل الأومي، ننتبه لهذا. زادت الشدة إلى 0.3، ناقص التوتر بين طرفي البطارية إلى 4.5. زادت الشدة إلى 0.4، ناقص التوتر إلى 3.90 وهكذا. إذن وصلت الشدة إلى أقصى قيمة لها كما طلب منا، تساوي 0.5 أمبير. انخفض التوتر بين طرفي البطارية إلى 3.75. إذن ماذا نلاحظ؟ قال قارن بين قيم التوتر الكهربائي داخل الدارة الكهربائية وقيمته وهو معزول، فسر الاختلاف. إذن قلنا التوتر الكهربائي داخل الدارة المغلقة وقيمته وهو معزول تتناقص، يعني هي مختلفة، بحيث كلما ازدادت شدة التيار المار في الدارة قلت قيمة، وليست قسمة، قلت قيمة التوتر بين طرفي البطارية. فسر الاختلاف، بماذا نفسر هذا الاختلاف؟ إذن ففي التفسير، قيم التوتر الكهربائي بين طرفي المولد وهو في الدارة المغلقة قلنا أقل من قيمة التوتر بين طرفي المولد المعزول. لماذا؟ كيف نفسر ذلك؟ لأن المولد له مقاومة داخلية ثابتة، وهذه المقاومة الداخلية الثابتة هي التي تتسبب في نقص التوتر في حالة الدارة المغلقة. نمر إلى الاستنتاج. قال هل التوتر الكهربائي بين طرف المولد في حالة الشغال هو نفسه القوة المحركة الكهربائية له؟ علل. إذن من خلال ما ذكرناه ومن خلال ما هو معنا في الجدول، التوتر الكهربائي بين طرفي المولد في حالة غلق الدارة يكون أصغر أو يساوي القوة المحركة الكهربائية له. علل. قلنا لأن المولد له مقاومة داخلية تتسبب في حدوث هذا الفرق. لماذا قلنا أصغر أو يساوي؟ حالة التساوي نادرة، يعني إذا كان لدينا مولد مثالي، مولد أو بطارية مثالية، وتقريبا هذا غير موجود واقعيا، إذا كان لدينا مولد مثالي ليس له مقاومة أو مقاومته تساوي الصفر، هنا ستكون القوة المحركة للمولد هي نفسها التوتر في الدارة الكهربائية. وقلت تجريبيا هذا قد لا نجده، مما يدل أن المولد له مقاومة ثابتة مهما كانت صغيرة. إذن هذا بالنسبة لما يتعلق بهذا الجزء. نمر إلى الفقرة الموالية. يقول قانون أوم في دارة كهربائية مغلقة مقاومتها الكلية R أو RT. RT نعم. يقول جرب ولاحظ، ركب على التسلسل دارة كهربائية فيها بطارية دلالتها 4.5، قاطعة، ناقلان أوميان R1 و R2. غير قيمة المقاومة، غير قيمة الناقل الأومي R2 في كل مرة. كيف يمكن أن تحسب قيمة المقاومة الكلية لنواقل أومية مربوطة على التسلسل انطلاقا من قانون التوترات؟ إذن هنا أخذنا هذه التجربة، قسنا
قيمة المقاومة الأولى قسنا قيمة المقاومة الثانية ثم قسنا قيمة المقاومة الإجمالية لهما، يعني في حالة ربطهما معا. سنوظفها في شرح هذا النشاط الذي طلب منه. إذا نرسم مخطط الدارة الكهربائية المنجزة، يعني هذا ما طلب منا. طلب منا أن نحضر مقاومتين كما هو مبين في هذه الصورة الثالثة. إذا لدينا مقاومة R1 ومقاومة R2 نربطهم على التسلسل مع قاطعة ومولد وأمبيرمتر. جيد، وماذا نفعل بعد ذلك؟ قال في كل مرة معذرة قاطعة ناقلة الأومي غير قيمة الناقل الأومي R2 في كل مرة. إذا لما يقول لي غير قيمة مقاومة الناقل الأومي R2 يعني هذا، إما سنستبدله كليا بنواقل أخرى تختلف عنه، وإما تكون هذه المقاومة R2 متغيرة يعني ريوستات كما هو موجود معنا، نغير بواسطة الزالقة، نغير ونقيس، نغير يعني نسحب الزالقة ونقيس شدة التيار، وبالتالي نستنتج R2 كم تساوي من قانون التوترات أو من قانون أوم لناقل أومي الذي مر معنا سابقا. ثم قال كيف يمكن أن تحسب قيمة المقاومة الكلية للنواقل الأومية المربوطة على انطلاقا من قانون التوترات؟ هنا في هذه الحالة مثل ما درسنا في ماذا يحدث للتوتر في الربط على التسلسل، أنت لديك 4.5 فولت، ربطت مقاومتين على التسلسل، إذن هذا التوتر 4.5 فولت سينقسم ويتجزأ على هاتين المقاومتين. إذا كانت متماثلتين ستقتسمان التوتر بالتساوي، أي 4.5 تنقسم إلى قسمين متساويين 4.25 و 2.25. إذن وبالتالي القانون الذي معنا هو هذا من قانون التوترات في الربط على التسلسل، فإن ET يعني التوتر الكلي، التوتر الكلي لما نقول التوتر الكلي سواء على طرفي المولد أو على طرفي المقاومتين معا هكذا، يعني من هذه النقطة إلى هذه النقطة. إذن ماذا يساوي ET؟ ماذا يساوي؟ يساوي E1 زائد E2. ثم نعوض، معناه ET تساوي الآن قانون أوم لكل مقاومة R1 في E زائد R2 في E. لاحظ أننا كتبنا E ولم نكتب E1 و E2، لأن في الربط على التسلسل شدة التيار هي نفسها في جميع نقاط الدارة، بمعنى E الأولى هي نفسها E الثانية. سنأخذها كعامل مشترك ونكتب العلاقة من جديد كالآتي: ET يساوي E ضرب R زائد R1 زائد R2. إذن هذه نستطيع كتابتها بشكل آخر. R يعني قال كيف تجد R، هكذا هو السؤال، كيف سنجد R الكلية بدلالة قانون التوترات RT كيف نجدها؟ هذه يعني R المقاومة المكافئة، هذه التي قسناها ووجدناها 40، كيف نجدها بقانون التوترات انطلاقا من قانون التوترات؟ إذن بسيطة، RT يساوي ET على E. إذن هذا هو القانون الذي نحسب به المقاومة RT الكلية. حتى ولو كان للناقل الأومي معذرة للمولد للبطارية مقاومة ثابتة سنضيفها، يعني نجمعها مع R1 و R2، يعني R صغيرة للمولد زائد R1 زائد R2 نحصل على المقاومة الإجمالية. بعد ذلك يقول قس وسجل في جدول. إذن سنقيس ونسجل في جدول. إذا لما نقصنا وسجلنا، إذا لدينا الناقل الأومي الأول R1 يساوي 19.6، شدة التيار E التي مرت فيه، ثم التوتر بين طرفيه، ثم المقاومة R2. إذا قلنا شدة التيار التي مرت في R1 هي E1 تساوي 0.19، التوتر بين طرفيه، شدة التيار للمقاومة الثانية 0.13. إذا قسنا التوتر E1 وجدناه 3.76، قسنا التوتر الثاني وجدناه E2 يساوي 5.44. حسبنا، قمنا بالحساب والمقارنة R في E، وجدنا R في E يساوي 3.72، ثم حسبنا ثاني R في E، R2 في E2، إذن وجدناه يساوي 5.22. الآن يقول لي فسر، أفسر ماذا يمثل الجداء R1 في E
في دارة كهربائية مغلقاتها ماذا يمثل الجداء ار تي وليس ار واحد؟ ار تي يعني ار الكلية. في دارة كهربائية مغلقة مقاومة الكلية ار تي. إذا الجداء ار تي في اي يمثل التوتر الكهربائي بين طرفي هذه الدارة. ماذا تستنتج؟ اكتب العلاقة المعبرة عن قانون اوم في دارة كهربائية مغلقة مقاومتها الكلية ار تي. إذا نستنتج أن قانون اوم في دارة كهربائية مغلقة هو سواء كتبنا اي تي يساوي ار في اي او او يعني القوة المحركة او يساوي ار في تي. إذن هذا هو قانون اوم في دارة كهربائية مغلقة. إذن بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. في الأخير أسأل الله العلي القدير أن نكون قد وفقنا، كما نأمل أن تكونوا قد استفدتم مما قدمناه لكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.